سلسلة الاغتيالات أو اغتيالات لقادة الحزب، ثم تفجيرات أجهزة البيجر، ثم أجهزة اللاسلكي، وصولا إلى اغتيال رأس الهرم حسن نصر الله. كل هذا وإن دل يدل على الاختراق الأمني الذي أشار له كثر في الواقع، الذي تغلغل داخل بيئة حزب الله وعناصره تحديدا، حتى تمكنت إسرائيل من معرفة كل ما يحدث. حزب الله الآن محاصر فعليا، إذا ما تكلمنا مثلا جويا، إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة المراقبة في مطار بيروت، ومنعت حتى هبوط طائرة إيرانية بالأمس لو نتذكر. ليس هذا فقط، بل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب أبلغت لبنان أنها لن تسمح لطائرات من سوريا وإيران بالهبوط في بيروت، وهذا سنتحدث عنها بعد قليل. بريا الآن، الطريق الوحيد من إيران إلى العراق مرورا بسوريا إلى لبنان في مرمى الضربات والمراقبة الإسرائيلية المستمرة. أما بحريا فالمطار مغلق مشاهدين أيضا وليس فعالا، فالبوارج الأمريكية تفتش عرض البحر في الشرق الأوسط كما أكدت ذلك الجهة الأمريكية، عدا عن عيون إسرائيل التي لا تخفل عن مراقبة المياه الإقليمية.